طبعا يوحدنا حول قضية فلسطين. إن شاء الله نؤدي هذا الموشح بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أنت المختار لنا ثقة، نهجك سرناه ونرصده. الله بدينك نعبده، إذ هو سماك محمدا. دين الإسلام يواحدنا، دين الإسلام يواحدنا، من جاءه ربك يرشده. الله بدينك نعبده، إذ هو سماك محمدا.
نزل الروح على الأعلام. اقرأ الله الله اقرأ يا رسول الله اقرأ الله الله اقرأ يا محمد باسم رب الخلق بالقرآن. اقرأ الله الله اقرأ يا رسول الله اقرأ الله الله اقرأ يا مؤيد أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. نزل الروح على العدنان. اقرأ الله الله اقرأ يا رسول الله اقرأ الله الله اقرأ يا محمد يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا حبيبي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم شريفا. ما شاء الله أحسنتم جل. Thank you. Thank you all for your presentation. Now shortly we end our program. وقد وصل برامجنا إلى ختامه وختامه مسك. حاليا نستفيد من كلمة ثلاث دقائق من فلسطين. سماحة الدكتور خالد من فلسطين.